كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. جمعية الكرامة هي واحد الجمعية اللي أنشئت سنة 1995 من طرف مجموعة ديال الأشخاص، منهم من هو سوي ومنهم من هو في وضعية إعاقة. الغرض من هذا الإنشاء ديال هذه الجمعية هو الخدمة ديال الأشخاص اللي هما في وضعية إعاقة. طبعا منين نشأنا هذا الجمعية ما كانش عندنا إمكانيات، ما كانش عندنا مقر، ولكن كانت عندنا طموح وكان عندنا ناس اللي باغيين يشتغلوا. فبدينا في الكرا وخدينا مقر الأول في طهران، مقر الثاني في جهة الواد، ثم عاود انتقلنا للملاح إلى آخره. هذا الجمعية كانت تسدي واحد العدد ديال الخدمات اللي هي شبه طبية وخدمات إنسانية للأشخاص اللي في وضعية إعاقة. الاشتغال ديالها مع هذا الفئات خلى أنه دارت محلها في المجتمع، ولا مع السلطة ولا مع يعني كل المتدخلين. وسنة 2005 جات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. فكان عندنا طموح، كان عندنا واحد التصور ديال واحد المركز جهوي اللي خصو يخدم هذه الفئة من الناس، وخاصة منهم اللي هما في وضعية هشاشة. كان عندنا واحد الأرض أعطتها لنا الدولة سنة 2004، كان ما عندناش إمكانيات. كنت قلت للسيد الوالي السيد مسلوت الله يذكره بخير، قلت له ودي راه حنا ما عندنا باش نقوموا بهذه الأرض. قال لي ارخدها ومن بعد يحن الله. فجات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2005، كان عندنا واحد التصور، كانت عندنا أرض، كان عندنا طموح، وكان عندنا حتى البلان وجدناه. فمنين جات المبادرة لقاتنا واجدين، قدمنا الملف ديالنا وتمكننا باش نديرو هذاك المركز الجهوي اللي تتعرفوه، اللي هو على ثلاثة ديال الطبقات، 900 متر، ما يفوق 900 متر مربع. هذا السنتر هذا يسدي حاليا ما يقارب 20,000 خدمة سنويا. هذه الخدمات اللي هي خدمات شبه طبية، ترويض طبي، ترويض مائي، صنع الأطراف إلى آخره. بالجانب ديال هذا الشيء هذا الجمعية تتقوم بواحد العدد ديال العمليات إحسانية بالنسبة للمناسبات ديال رمضان، ديال العيد إلى آخره. هذه العمليات هادو تيداروا بشراكة مع جمعية سند العمل الاجتماعي اللي هي بنفسها تشتغل مع إغاثة إسلامية فرنسا. كذلك كان عندنا واحد العدد ديال الورشات ديال التكوين بالنسبة للخياطة، بالنسبة للسيراميك، بالنسبة لواحد العدد ديال الأمورات اللي كنا تنقوم بها مع هاد الخدمة اللي هي شبه طبية. كذلك الجمعية ديال الكرامة تقوم بالتكوين ديال واحد الفئات اللي تيقراو في مدارس حرة ديال الترويض الطبي، ديال المساعدين الاجتماعيين إلى آخره. فحنا تنقوموا بالتكوين الميداني ديالهم، يعني تياخذوا التكوين التيوريك عند المدارس ديالهم، حنا تنقوموا بالتكوين ديالهم الميداني بشراكة طبعا مع هذيك المدارس الحرة. السنة الفارطة 2020 انطلقنا بواحد المشروع جديد اللي هو التمدروس ديال الوليدات اللي هما في وضعية إعاقة. فخلقنا قسمين ديال هذوك الوليدات اللي عندهم إعاقات كبيرة، بحال ليزي ام سي، بحال تريزومي 21 داك الثلاثي الصبغي إلى آخره. فهاد الوليدات هادو تنقريوهم عندنا، تتسمى تنقريوهم، والحقيقة تنعطيهم بعض الأمورات اللي تتخليهم يكونوا أوتونوم، يكون يتكل على راسو. وهذه العملية هذه درناها بشراكة مع التعاون الوطني. هذه العملية دارت بشراكة مع التعاون الوطني. حاليا عندنا 60 ديال الوليدات اللي يتبعوا معنا في واحد جوج ديال البرامج، لو بروغرام أ ولو بروغرام سي. بروغرام أ هو الوليدات اللي تيجيو يحضروا عندنا، وتيكون واحد التأطير ديالهم داخل الجمعية.
بروغرام سي هما الوليدات اللي تيقراو هما في وضعيه اعاقه وتيقراو في مدارس عاديه، ولكن تنعطيهم بعض الخدمات باش ما ينقطعوش على العمل ديالهم. الجمعيه ديال الكرامه هي واحد الجمعيه اللي بحال اللي قلت تسدي واحد عدد الخدمات يا اما مجانيه او لا بواحد الثمن اللي هو قليل. هذا المدخول ديالها تيغطي تقريبا 30% ديال الحاجيات ديالها. ما تبقى عندنا شراكات مع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، مع التعاون الوطني الى اخره، ناس اللي هما تيتساعدوا معنا باش نغطيو داك العجز الحاصل باش يمكننا نتكلفوا بداك الوليدات اللي ما بحالهم شيء. هاد السنه ان شاء الله نهار 29 في هذا الشهر هذا غادي نحتفلوا بالذكرى الفضيه، هي واخا دات عليها عام ولكن غنحتفلوا بالذكرى الفضيه ديال يعني ديال الكرامه. غتكون هاد الذكرى على شقين. الشق الاول بعد اول غادي تكون بشراكه مع الجامعه ديال ابن الطفيل، مع رئاسه الجامعه ديال ابن الطفيل، كذلك بشراكه مع نادي سينمائي، وبشراكه مع الاكاديميه ديال السمع البصر. هاد التظاهره اللي قلت غتكون نهار 29 ان شاء الله فيها واحد الشق اللي هو محاضرات وتعريفات في الصباح ديال نهار 29. خاصة غادي يكون واحد 4 ديال المحاور. المحور الأول هو المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وما قامت به بالنسبة للأشخاص المعاقين. كاين محور اللي هو غادي تقدموا التعاون، هذا غادي تقوم به طبعا العمالة، القسم ديال العمل الاجتماعي. كاين الشق الثاني غادي تقوم به التعاون الوطني، يعطينا المستجدات القانونية بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة. ثم كاين واحد التعريف، واحد الشريط تعريفي بجمعية الكرامة. ثم غادي يكون واحد الفيلم ديال المخرج فريد الركراكي، اللي هو البطل ديالو هو شخص في وضعية إعاقة، فيلم قصير. ثم في الجزء الثاني هو اللي غادي يكون في العشيه ان شاء الله ابتداء من 3، وغيكون في الجمعيه الخيريه الاسلاميه. يكون واحد تظاهره ديال الرياضه ديال الاشخاص المعاقين، نديروها بشراكه مع جمعيه اخرى. ثم غادي يكون واحد الدوري ديال كره القدم اللي غادي يشارك فيه رئاسه الجامعه، الفرقة ديال رئاسة الجامعة، الفرقة ديال القضاة، الفرقة ديال الجمعية الخيرية الإسلامية، والفرقة ديال الكرامة. هذا هو إجمالا واحد اللمحة مبسطة وخفيفة على جمعية الكرامة للأشخاص في وضعية إعاقة بالغرب. في هذه الجائحة هذه طبعا كان أول حاجة خصنا نحافظوا على الناس اللي هما المستفيدين ديالنا، فكان واحد دورات تكوينية باش ديال التحسيس على الامور الاحترازيه اللي خصها تنخد. كذلك كانت واحد توزيع ديال قفاف ديال المسانده اللي دارتها جمعيه سند لصالح العائلات ديال الاشخاص اللي هما في وضعيه اعاقه، قفه يعني محترمه اللي عاونت على الاقل تخفيف من الوقع ديال الجائحة على هاد الأشخاص، خاصة أنهم عندهم جوج ديال العاهات، عندهم العاهة ديال الإعاقة وعندهم العاهة ديال وضعية ديال هشاشة يعني الفقر إلا بغينا نقولوا. دكتور سيد كرا دكتور، شنو هي النصائح يمكن توجه للمواطن باش يحمي راسو من الوباء؟ طبعا في بلادنا الحمد لله الامور غادي تتحسن، ولكن هي قابله للتدهور في اي ساعه. فإذا كان تخفيف من الاجراءات اللي دارت، راه كاين واحد الامور اللي هي خاصه بكل واحد فينا اللي خصنا نحترموها. يعني داك الامور الاحترازيه لا بد ما نديروها ما دام ما عندنا شيء 80% ديال السكينه اللي هي ملقحه.
فالكمامة طبعا أنا ما دايرش الكمامة دابا لأن أنا بعيد عليكم وأنتم بعد عليا، ولكن الكمامة تباعد التباعد غسل الأيدي تفادي الأماكن اللي هي فيها ازدحام إلى آخره، هادو كلهم ما خصناش نتهونوا فيهم. تلاحظوا بالأسف على أنه كاين واحد العدد الناس اللي تنشوفوهم ما دايرينش الكمامة أو لا دايرين الكمامة ومهبطينها بحال الرياضة. هادو أمورات اللي خطيرة، واللي خصنا نعرفوا هو أن بلادنا ما عندها شيء الإمكانيات باش تواجه إلا مشات حتى كانت الله يحفظ شي موجة كبيرة ديال هاد الشيء هذا. لهذا تنقولوا الوقاية خير من العلاج، الوقاية ديال هاد الجائحة هو الوسائل الاحترازية اللي تدار. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.